بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. البحر زي النفس، على السطح الهدوء وفي الباطن الحيتان والتماسيح وأسماك القرش والأحقاد والنيات المبيتة والمؤامرات. قبل ما ينزل الإنسان لقاع البحر ويصور العالم المستخبي في الأعماق تحت سطح المية الهادي، عمر ما كان يتصور حد إن في العمق هذه الصور المتحفية. وأيضا لو قدر الإنسان إنه يغوص داخل نفسه، قطعا حيشوف ما هو أعجب. حيشوف الملكوت، حيشوف السماوات الداخلية اللي عمر ما حد اكتشفها، حيشوف شمس البصيرة وأنوار الروح ومسرح الخواطر وبدروم الهواجس وكهف النيات المستور، حيشوف غيلان الحسد ومسوخ الحقد وشياطين الانتقام. قطعا باطن النفس شيء مذهل. النفس اللي طلع منها مؤلفات شكسبير وموسيقى بيتهوفن وشعر المتنبي وعلم نيوتن، النفس اللي اتسعت للرحمة المحمدية لابد أنها ملكوت مذهل. ربنا بيقول في حديث قدسي: لم تسعني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبد المؤمن. تلك هي النفس وما وسعت. وعشان كده ربنا أمرنا بالنظر في نفوسنا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وما نرى في باطن البحر هو نوع من ضرب المثال بما تخفي البواطن وبما تخدع الظواهر، وهو تشجيع للإنسان على الغوص. الغوص في البحر، الغوص في البر، الغوص في الفضاء، الغوص في النفس، الغوص في كل شيء. احنا شفنا الانسان لما غاص جوه المادة شاف ايه. المادة الجامدة المتلاحمة دي اتضح ان هي ذرات مفضفضة في فضاء داخلي، والذرة لما غاص جواها اتضح ان هي كمان فضاء كبير في الوسط نواة وحواليه الكترونات، وبينهم وبين بعض مسافات شاسعة من الهو والخلا، أكنهم حصى ملقى في فلاة. هي دي المادة. وبعدين دخل أخيرا في النواة فاكتشف كيانات مادية عمرها واحد على مليون من اللحظة، تتولد وتعيش واحد على مليون من اللحظة وبعدين تفنى أو تتحول إلى أشياء أخرى، وسماها بالاسم هذه الكيانات المادية اللي جوه نواة الذرة: ميزون، هيبرون، كوارك، نيوترينوس. كل دي كيانات غريبة بتتولد جوه نواة الذرة، ولها عمر ولها بدء ولها نهاية، وكل ده بيبقى واحد على مليون من اللحظة. الغوص، الغوص في كل شيء. العارفين بيقولوا: ليس في السماء مكان يخلو من ملك راكع أو ملك ساجد. والعقل لا يستبعد هذا الأمر، فنحن نرى الآن أمم من الأحياء داخل قطرة مية، ونرى زحام وسامر من الخلق في قاع البحر، وتحطنا حشود من الفيروسات لا تراها العين ولا تراها الميكروسكوبات. فأي غرابة في أن تكون السماوات معمورة مسكونة بما لا نرى من خلق الله؟ إن العكس هو الذي يصبح مستغرب، أن يكون العالم خواء وأن تكون عمارة الكون خاربة. مستحيل. ربنا بيقول في القرآن: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة.
إشارة صريحة معناها إن السماوات والأرض مسكونة، لأنه بيقول وما بث فيهما، يعني في السماوات وفي الأرض، من دابة، يعني العالم كله مسكون. والله بيضرب لنا مثال من العالم المحسوس على غرائب العالم المسطور. المشهود مثال على المغيب، الدنيا ضرب مثال على الآخرة. في الدنيا في فاكهة وأنهار وعيون وقصور ونساء، وفي الآخرة برضو فاكهة وعيون وأنهار وقصور وحور عين. وفي الدنيا في نار وعذاب، وفي الآخرة في نار وعذاب، مع فارق في الدرجة والرتبة. الدنيا لا أكثر من مثال مضروب على شيء هنشوفه بعدين. ما احنا بنقول على لون النيلة بنقول عليه أزرق، وبنقول على لون الفراش أزرق، وبنقول على لون البحر أزرق، وبنقول على لون السماء أزرق، كله أزرق. ومع كده الفرق كبير قوي بين لون النيلة الأرضي الغليظ وبين لون السماء الزرق الشفاف الجميل. فإذا لما نقول فاكهة في الدنيا وبعدين نرجع نقول فاكهة في الآخرة، فده فرق فين؟ دي مسألة يعني مجرد اتفاق في الاسم فقط، إنما المسألة ضرب مثال. كل شيء في الدنيا ضرب مثال، وقاع البحر مثال، زي ما قلنا على ما يخفي الباطن وما تخدع الظواهر. ونتفرج على عجائب هذا القاع في الفيلم اللي معانا. شوفوا الحيوان الغريب ده، مرعب زي الدباب مصفح، ومع كده حيوان مسالم جدا، ما عندوش حاجة يحارب بيها غير شواربه. شوف شواربه دول اهو، لا شوارب اللي بيخوف بيهم، انما هو حيوان مسالم وديع. ده اسمه جراد البحر او اللوبستر، ودي وجبة شهية جدا في المطاعم الفاخرة. من عجائب امر هذا اللوبستر او الجراد انه بيرحل في هجرات غريبة. شوفوا زي ما احنا شايفين مرش، طابور عسكري، سلاح مدرعات، تشكيل، وعمال هذا الطابور ماشي على قاع البحر. شوف لما بنعاكس الطابور ده بأي إضاءة، نبص نلاقيه يعمل تشكيل دائري. شوف التشكيل الدائري ده نوع من ايه؟ حركة دفاعية. بعد كان طابور دغري بقى تشكيل داخلي، تشكيل دائري. بعد كده لما يطمن الجراد ان الحكاية دي ما فيهاش خطر، وان ده شغل كده مناورات ملهاش، ما فيش خطر منها، بيرجع يستأنف تاني ويفك الدايرة ويعمل الى الامام سر، ويستأنف الهجرة والمسيرة. طوابير طويلة طويلة طويلة، كل جرادة مسكة في اللي وراه، ومشيين بسرعة منضبطة 800 متر في الساعة، حوالي 11 كيلو متر في اليوم، وما تفهمش رايحين فين. شيء غريب يعني، ممكن نصور. شوفوا على بانوراما طويلة في القاع تلاقي حاجة غريبة، الطابور اللي ماشي ده رايحين فين دول؟ طب احنا بنقول ان الهجرات بتبقى عشان التزاوج، وبعض الناس تقول ده عشان يدوروا. شوفوا ده بيستريح تحت جرف صخري، تعبهم فبيستريح الطابور تحت جرف صخري. واحيانا يلجأ الجراد الى الكهوف الصخرية لما يتنبأ بان في عاصفة بحرية كبيرة هتيجي. والغريبة انه دقيق جدا في تنبؤه، وادق من جميع الالات اللي عندنا. بعد ما هياخد راحته تحت الجرف الصخري، على طول طابور شكله الى الامام سر، ويستأنف المرش الغريب اللي احنا ما احناش عارفين رايح فين وهدفه ايه، وايه معنى هذه الهجرة الغريبة. لا هي هجرة علشان تكاثر، ولا عشان بحث عن
مكان لأكل أوفر، ولا هجرة من مكان بارد لمكان دافئ، هجرة غير مفهومة. وبعدين مع كده منظمة تنظيم غريب، شوف كل جرادة ماسكة في اللي قدامها، والكل ماشي في طابور تك 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 تك، والطابور ده له قائد، وإذا القائد تعب يتنحى ويقود اللي بعده. شوف الطابور طويل ازاي، وممكن يبقى القائد أنثى، وممكن يكون ذكر. شوفوا على القاع، شوفوا طول ال، ما حدش عارف ايه بالظبط الحافز اللي بيدفع هذا الجراد انه يهب مره واحده، هبه واحده، واوامر وتنظيم وتشكيل وطابور والى الامام سر. ما حدش عارف، هجره غير مفهومه. يعني ده احيانا الصيادين بيرسموا طريق الهجره ويجوا يستقبلوا الطوابير دي، فبيصطادوا بال 14,000 جراده في وقت واحد، في يوم واحد. شوف الطابور ده، حاجه زي جرزان الصحراء بتوع المارشال رومل ايام الحرب العالميه. ده القائد اهو ماشي خطوه مظبوطه تمام تمام. يوم القائد يجرى له اي حاجه او يتعب يتخلى، واللي بعده يقود على طول، ممكن تبقى اللي بعده انثى. شيء غريب مش مفهوم. زي ما قلنا هو حيوان وديع ومن نوع القشريات، وتاريخه قديم قوي، من حوالي 400 مليون سنة، ممتد في التاريخ ل 400 مليون سنة. شوف احنا الغواص ده بيعاكس الجراد، فشوف الجراد بيعمل له ايه، بيهوشه بالشوارب فقط. يعني ده كل الحكاية، سلاح تهويش كده، لكن هو حيوان وديع غير مفترس. شوفوا بيرفع شوارب ازاي، ابعد. لكن طبعا الاخر بيطمئن ان دي يعني هزار، فبيرجع تاني. هنشوفه بيستأنف المسيرة وبيرجع للطابور، لكن من وقت لوقت يبص لورا كده، يعني كنوع من الحذر يعني، لكن يستأنف المسيرة. يعني زي ما يكون الحافز اللي جواه حافز اقوى من كل شيء. خطة بقى وخلاص، نوع يعني رايح فين محدش فاهم. دي من الحاجات المحيرة في علماء البحر، يعني محتارين فيه. بالظبط، طابور، مدرعات، شاك السلاح أو مصفحات. غريب. طابور، شوف الطابور، لقطة البارونا، لقطة بانورامية جميلة قوي. مصمم على حاجة، هي ايه الحاجة؟ مش عارفين ورايح فين وعشان ايه وايه الدافع بالظبط. وليه في الوقت ده من السنة؟ السمكة دي صاحبة اكبر فم في البحر، بيقولوا ان هي دي اللي بلعت سيدنا يونس. ده زي ما احنا عارفين نجمة البحر ذات الأزرع اللولبية. دي السمكة البالون دي، لما تغضب تنتفخ تبقى زي البالون، وأشواكها تظهر كده على البالون كنوع من الدفاع. ده عبارة عن كابوريا،
نوع من الكابوريا بيسموه كابوريا الخف، وده كابوريا ليلي، ده نوع من الكابوريا الليلي. شكله زي الخف بالظبط، عشان كده سموه كابوريا الخف. ودي سمكة الحداية، وده أنفد أبيض، ده جمبري بيتعش، شوفوا بيقطع حتت من الطحالب وياكل ازاي بدراعه، شوف دراعه، شوف بياكل، خدوا بالكم هو بيقطع بدراعه ويحط في بقه، شوفوا بيتعشى. والغريبه ان ما انزعجش من الكاميرا، واقف ياكل ومتسلطن قوي، يعني مش مستعد يعني يسيب الاكله الشهيه دي. دي نوع من السمك صغير اسمه سمكه المارينا، بتتجول بين الشعاب المرجانيه. الشعاب المرجانية دي في الواقع مليانة مخلوقات، وهنشوف انها بالليل بالمخلوقات اللي فيها بتطلع، هتتفرجوا عليها دلوقتي. دي دودة، الدودة ذات الشعر دي متخصصة في اكل المرجان، لما يبتدي المرجان يطلع بالليل تبتدي هي تلقفه وتاكله. المرجان في الواقع حيوان رخوي بيبقى ساكن الشعاب دي وبيطلع منها بالليل. دي نوع آخر من نجمة البحر المتشعبة، وجنبها أنفد. دي اسمها الديدان الأنبوبية، واللي بيتفتح ده عبارة عن خياشيم بتتفتح، بتبقى عاملة زي الورد لما يفتح بالظبط، لكن هي خياشيم الدودة الأنبوبية. سموها الأنبوبية لأنها بتسكن أنبوبة، جوه أنبوبة كده. مخلوقات غريبة. أهو ده بقى المرجان بالليل لما طلع. المرجان دلوقتي طلع من جوه الأعشاش بتاعته ومنتشر على السطح، يصطاد الحاجات العالقة ويأكلها وحاجات كده. وده برضه مرجان طالع من العش بتاعه. هنلاحظ ان احنا لما نلمسه بيخش تاني، شوفوا حاجه زي الوبره الخفيفه كده، لما بتيجي تلمسها كل الكائنات تروح داخله تاني في الشقوق المرجانيه بتاعتها او المسكن بتاعها. ده حيوان اسمه سهم البحر او الحبار، وده حيوان سريع جدا، عشان كده بيسموه سهم البحر، وله 10 رجلين وزعانف على الجانبين رقيقة جدا، وعنده قدرة على الحركات البهلوانية وتغيير الأوضاع والسرعة. غريب، وله عينين اتنين، كل عين تشتغل لوحدها، وممكن يغير لونه، فبيعتبروه حرباء البحر، وممكن يطلع حبر، شوفوا الحبر اللي طلع، يعمل سحابة من الحبر، وممكن يعمل تشكيلات مع 30-40 حبار، يعملوا تشكيلات ويعملوا حركات بهلوانية. بيعتمد في العوم على الأرجل العشرة وعلى الزعانف الرقيقة بتاعته دي. مجموعة متحفية الحقيقة، بقاع البحر ده شيء غريب. أهو تشكيله من الحبار، شوف كل دول سهام بحر، دول بيعملوا مع بعض تشكيلات. ده نوع من أنديل البحر مستخفي، شايل على ظهره جنينة، جنينة من الطحالب، شايفين جنينة الطحالب دي محمولة على
كاسيوبيا أو أنديل البحر. أشوف الأنديل بيتحرك تحت الجنينة إزاي، شايلها على ظهره. نوع من التعاون، أولا بيستعين بالجنينة دي على أنه يستخفي ما حدش يشوفه، ثانيا هو بيحمل الجنينة دي ويعرضها للشمس فبتاخد ما يلزمها من طاقة الشمس، فكل واحد بيدي للتاني منفعة. شوفوا بنحاول نشيل الطحالب اللي من على ظهره أو طلع، ده كله ده القنديل البحر الغريب، وشايل الايه القبعة الغريبة دي، جنينة كاملة من الطحالب على ظهره. إذا سبناه بيرجع تاني ياخد وضعه وينام على القاع، ما تقدرش تميزه، تهالك ان في حشيش قدامك وخلاص او طحالب بس، عادش صار ان في تحتها الكائن اللي عمال ينبض. ده نوع من السرطان اسمه حدوة الحصان، وهو ما هوش من الكابوريا، مش من فصيلة الكابوريا ولا القشريات، بيقولوا انها من فصيلة العقارب، وده برضو من الحيوانات القديمة او اللي يرجع تاريخها 300 مليون سنة وما تغيرش شكلها منذ هذا التاريخ، وده تلاقيه برضو ماشي كده على القاع زي مصفحة كده غريبة. وبنمسك احنا واحد منهم كابوريا حدوة الحصان، قلنا مش كابوريا، قلنا انه هو نوع من العقارب تركيبه يشبه فصيلة العقارب. ومنلاحظ هنا ان الانثى والذكر ماسكين في بعض، دي الانثى اللي قدام دي واللي وراها الذكر له خطاف ماسك فيه، بيتنوا ماسك فيها والاخر تطلع بيه على الشاطئ وتبيض فيلقح البيض وبعدين كل واحد يروح لحاله. هي مجموعة متحفية من المشاهد، لكن احنا وقفنا عند ظاهرة الهجرة، والهجرة الحقيقة ظاهرة عجيبة في الطبيعة. يعني شفنا هجرة الطيور وهجرة الأسماك وهجرة الحيتان وهجرة الدببة وهجرة الوعول وهجرة الفراشات حتى بتهاجر. وأحيانا بنفهم هدف الهجرة، بيبقى هجرة من مكان بارد إلى مكان دافئ، وأحيانا هجرة لوضع البيض، وأحيانا هجرة للتزاوج، وأحيانا هجرة بحثا عن غذاء أوفر وعشب أكثر، وأحيانا هجرة من مية ملحة لمية عذبة. لكن الحقيقة هجرة جراد البحر دي لغز. أولا ده بيهاجر من حتة باردة لحتة باردة ويمكن لحتة أبرد، ومن مية ملحة لمية ملحة، وما بيهاجرش المنطقة فيها غذاء، منطقة فقيرة في الغذاء إلى منطقة فيها غذاء أوفر، لا أحيانا من حتة فيها غذاء إلى حتة أفقر في الغذاء. وبعدين موسم الهجرة بتاعه ملوش دعوة بموسم التزاوج، ده في فرق بين الاتنين 6 أشهر، وبيهاجر من المالح للمالح. طب يبقى ايه؟ طيب بيعمل ايه؟ وبعدين شو التنظيم الغريب ده والتشكيلات الحربية دي، وماشي طاخ 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 11 كيلو في اليوم، يعني ده يعني بالنسبة لحيوان صغير قشري ده مجهود غريب قوي، ومصر وفي دماغه حاجة لازم ينفذها مهما انت اعترضت، وقف يستغرب يغير التشكيل كنوع من الدفاع وبعدين يرجع يستأنف طخ على طول. يعني طب ايه يعني؟ هو العلماء بيقولوا ان في احتمال ان هذه الهجرة مبرمجة الكترونيا في امخاخ اللوبستر او جراد البحر منذ العصور الجليدية، لان احنا قلنا ان ده حيوان ممتد في التاريخ ل 400-500 مليون سنة، فهو حضر العصر الجليدي، والعصر الجليدي كان بالنسبة للكائنات الحية كان رعب، شيء فظيع ان العالم يفضل يتجمد لغاية ما يبقى كتلة تلج، فطبعا ده عمل رعب وحفر في اذهان
وفي أمخاخ الكائنات شيء. فبيقولوا أنه منذ هذا التاريخ وفي شيء مبرمج جوه أمخاخ الـ جراد البحر، أنهم لما يستشعروا أي لفحة برد أو أي يعني اختلاف في الطقس يروحوا على طول عاملين تشكيل ويبتدوا في الهجرة الغريبة دي، هجرة اللا معقولة اللي بنسميها. وبعض العلماء بيخوفونا بيقولوا لا ده الحكاية أكبر من كده، الحكاية إن ابتدى هذا الجراد يستشعر من تقلبات الطقس إن فيه عصر جليدي جاي قريبا، وإن دي هي إرهاصات هذا العصر. كل شيء جايز. ومثل هذه الهجرة اللغز في أنواع أخرى من الهجرة برضو ملغزة، زي هجرة أنواع من القوارض بتهاجر في أعدادها إلى لغاية آخر البر لغاية حرف الجبل وتروح رمية نفسها في البحر بشكل لا معقول في وتعمل نهاية انتحارية غريبة جدا. برضو بيقولوا لك إن هنا في شيء مبرمج في أمخاخ هذه الكائنات اللي هي حكاية رعب العصر الجليدي. معرفش هم الظاهر بيحاولوا يرعبونا احنا بقى. يعني هو فعلا علماء الطقس ابتدوا يلاحظوا ان حصل احنا داخلين في مرحلة اضطرابات، حاليا في اضطرابات، يعني شتاء في الصيف، حر في الشتاء، تقلبات طقسية غريبة جدا، ثم موجات حر فظيعة تيجي في اوقات غير منتظرة، وأمواج برد فظيعة تيجي في أوقات غير منتظرة. وقال لك أن من عوامل هذا الاضطراب تفجيرات ذرية تحت الأرض وفي الجو، ثم الغبار الذري الموجود، ثم ازدياد كمية ثاني أكسيد الكربون في الجو، ثم الأقمار الصناعية اللي رموها في الفضاء وعمل التغيير في المجالات المغناطيسية اللي في الفضاء. والحقيقة ما حدش عارف، إنما إحنا فعلا في مرحلة اضطرابات في الطقس. إيه اللي يلي هذه الاضطرابات ما حدش عارف. هل حيالي الاضطرابات دي دخول في عصر جليدي أو دخول في ارتفاع حرارة؟ ما حدش عارف. في جماعة من علماء الطقس يقولوا لا ده إحنا داخلين على مرحلة ارتفاع حرارة في الكوكب كله، ومرحلة وجماعة بيقولوا لا ده إحنا داخلين في مرحلة برد وهجوم جليد في الكوكب كله، ما احناش عارفين. لكن لابد ان في شيء، لان احنا بنمر بمرحلة اضطراب كامل في الطقس. بنرجع للهجرة وبنقول مين اللي شفناه، نقدر نقول ان الهجرة سنة في الكائنات، سنة طبيعية في الكائنات، سواء عرفنا سبب ما عرفناش سبب، لكن بنلاحظ إن دي ظاهرة متكررة في كثير من كائنات البحر والبر والجو أيضا من طيور. ولدرجة إن رب سبحانه وتعالى بيدي أدوات خاصة تساعد على هذه الهجرة، زي مثلا يحط حاسة مغناطيسية في مخ الطير فيقدر يهاجر 3000 ميل ويعبر قارات ومحيطات ويرجع تاني يهتدي العش بالضبط. يعني دي برضو كون إن رب سبحانه وتعالى إداله العدة دي في دماغه دليل على ان ده مسألة مقدرة خالص بقى، يعني تبقى الهجرة فعلا سنة مقدرة من الخالق للمخلوقات كلها. وفي الواقع هي الغريبة انها مش بس سنة في علم الاحياء وفي الكائنات وفي الطبيعة، لكن هي ايضا سنة دينية. يعني ربنا امرنا بالهجرة، ومن ضمن المشهد الحساب ان الجماعة اللي هم ارتضوا الظلم وما هجروش وما حاولوش أبدا يغيروا حتى مكانهم بيحاسبوا، يقول لهم في يوم الأيام ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وربنا شجع الهجرة قال ومن يهاجر يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يعني ده تشجيع. إيه سر حس ربنا سبحانه وتعالى على الهجرة؟ السر إن الإنسان كسول بطبعه، إذا نام مش عاوز يصحى، وإذا قعد مش عاوز يقوم، وإذا ولف على مكان بيلبد ومش عاوز يسيبه حتى لو كانت ظروف غير مواتية وفي ظلم واضطهاد، برضو تلاقيه لابد وسلبي ومش مش قادر يجازف بالهجرة إلى أماكن مجهولة.
ده في الواقع حكم الجبلة الطينية بتاعته، ده نوع من القصور الذاتي. القصور الذاتي صفة من صفات المادة الجامدة، وإحنا بحكم الجبلة الطينية وإحنا من تراب ففينا بعض من هذه الصفة، صفة القصور الذاتي. احنا درسناها في الطبيعة، القصور الذاتي انك انت لو رميت بلية كده تتنها ماشية مش ممكن تقف الا اذا استخدمت انت القوة، وكذلك اذا حطيت البلية واقفة مش ممكن تتحرك الا اذا استخدمت قوة، ففي تقاصر باستمرار المادة اذا حطيتها في مكان مش عاوزة تغير الوضع، اذا كانت ماشية مش عاوزة تقف، واقفة مش عاوزة تمشي، فده بيسموه القصور الذاتي في المادة، وده سبب الكتلة المادية بتاعتها. هذه الصفة لأن إحنا معمولين من المادة ومن التراب ومن الطين، فأصبح فينا من هذا القصور الذاتي اللي بينعكس على شكل بلادة في الطبع وكسل، ويبقى الواحد نايم مش عاوز يصحى وقاعد مش عاوز يقوم ولابد في بلده ومش عاوز يهاجر بالرغم من سوء الظروف والمظالم والاضطهادات وإلى آخره. لكن ربنا ما يحبش للإنسان يكون كده ولا لأي كائن حي، لأن دول كلهم فيهم ربنا أودع فيهم قوى الحياة وحوافز الحياة كلها. فعشان كده ربنا في له أحكام كتيرة عشان إنسان يغالب طبعه عموما، مش بس الطبع ده، يغالب كثير من الطباع الطينية اللي فيه. يعني مثلا إحنا بناكل وعندنا معدة وبحكم الحيوانية اللي فينا عاوزين ناكل، بنوقت الآخر يقول لنا صومم علشان نغالب هذا الطبع. عاوزين ننام يقول لك لا اسهر قم الليل إلا قليلا تهجد. كذلك الإنسان يبقى لابد في وطنه ورغم الظروف السيئة وش عاوز يهاجر ولا يغامر، يقول له هاجر، ولو ما هاجرش يحاسب يوم القيامة، يقول له ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. مغالبة الطبع الترابي يعني ده جزء من التكاليف والشرائع محطوطة بالحكمة دي. يعني مثلا الشهوة، الإنسان بحكم أنه حيوانيته عنده شهواني، فربنا يقول لك اكبح الشهوة دي، غالب هذه الشهوة، اقمع هذه الشكوى، هذه الشهوة. مغالبة الطبع يعني أصبحت جزء من الأمر الديني. يمكن ده السر في حكاية الهجرة عندنا في الإسلام، ثم التدوين الهجري أيضا، يعني بدء الإسلام بتاريخ الهجرة ليه؟ إشارة إلى أهمية هذا اليوم، لأنه ما هوش يوم عادي، ده يوم يرمز إلى إرادة التغيير. الهجرة حياة وإيجابية ومغالبة للطبع وكبح لنوازع الكسل والاستسلام وهبة روحية مضادة للقصور الذاتي المادي اللي في الواحد، ثورة على المألوف. فعشان كده كان الهجرة بالنسبة للإسلام نقلة من حال إلى حال. الإسلام قبل الهجرة كان إسلام سلبي وخاضع ويضطهد فيسكتهم، يحارب فما يدفعوش عن نفسهم، يعني واخدين وضع 13 سنة بالشكل ده. وبعدين جت الهجرة فتغير الوضع إلى الضد على طول، ابتدى الإسلام ياخد موقف إيجابي من الباطل، فإذا حورب يحارب، إذا يعني جوبه بالقوة يدي قوة أكثر منها بالشكل ده. يعني ابتدى بقى تبقى الحكاية، وبدأ عصر الفتوحات والدعوة والكفاح الإيجابي للإسلام. إنما المرحلة الأولى كانت مرحلة الدعوة و مقابلة لأي نوع من العنف باللين والملاينة والذوق والحاجات. فنقلة اللي حصلت بالهجرة كانت نقلة لها معنى، ترمز إلى شيء، يعني حركة إيجابية غيرت الوضع كله، فكان بداية إرادة التغيير. وعشان كده حكاية إن الإسلام يبتدي تدوينه باليوم الهجري ده الحقيقة حاجات لها معنى. وقلنا إن الهجرة في الواقع مش مجرد إن واحد بياخد هدومه وياخد شنطته ويمشي، دي هبة روحية، يعني الروح بتعبر عن نفسها من جوه، رافضة بقى الخنوع بتاع المادة والطين ده، وقاعد لابد ومش عارف إيه، رأي روح نافض ده كله، واخد شنطته ومسافر، رايح فين مش ضامن، لكن غامر. يعني ثورة على القصور الذاتي المادي اللي هو من صفات المادة الجامدة. ده سر قداسة الهجرة، وإنها اتنص عليها في الكتاب، ومش بس ربنا نص عليها، لكن ربنا ادانا شواهد
في الحياة وفي الكتاب الكون كله من أنواع مختلفة من هجرة كل الكائنات، من طيور لأسماك لفراشات، كل كائن له هجرته. فربنا سبحانه وتعالى لما يعمل ظاهرة متكررة كده في الكون، يبقى دي نوع من لفت النظر إلى أن دي مهمة، الحكاية دي خد بالك منها. فهي في الواقع لفتة إلى كل شاب أنه باستمرار يحاول يكون إيجابي ويحاول يكون مغامر ويطلع في الأفاق يضرب في الأرض، وإن هي دي الحياة وهي دي سنة كونية ربنا أرادها للإنسان، ولدرجة إن الإنسان يحاسب إذا ارتضى الظلم وإذا قبع في مكانه تحت أي تعلة أو عذر. وده يمكن أهم درس نطلع به من فيلم اليوم، وإلى حلقة قادمة بإذن الله.